طبعا انا في النادي الاهلي من الناشئين، بس اول رياضه بداتها كانت السباحه، وصاله تنس الطاوله كانت جنب البسين في مدينه نصر. فقلت لبابايا ومامتي ان انا عايز ابتدي تنس طاوله، بدات وانا عندي 7 سنين من الناشئين بقى في المدارس في النادي الاهلي، بعد كده 12 سنة 15 لحد ما وصلت لفريق الرجال، وبقالي دلوقتي 23 سنة الحمد لله موجود في النادي الأهلي. طبعا البطولات كلها بالنسبة لنا بتكون مهمة، بس كان في دوري بالنسبة لنا كان أصعب دوري، كان في عندنا 2 لعيبة أساسيين كانوا محترفين فما كانوش معانا، كان عمر عصر وكابتن محمد البيلي، فالموضوع كان صعب شوية على الفرقة، كانت الفرقة ناقصة لعيبة، بس قدرنا الفرقة كلها إن احنا نكسب الدوري. كان كنت انا وكابتن سيد لاشين كابتن الفريق وخالد عصر، قدرنا ان احنا نكسب الدوري ونفوز على الزمالك وانبي، وفيهم عناصر كتير كويسه، ده غير طبعا الانديه العربيه، كسبنا كذا انديه عربيه. كل البطولات بصراحه بتكون صعبه من اول الناشئين لحد الرجال، كلها بتكون صعبه يعني مهمه. هي البطوله اللي كان اللعيبه مسافره فيها، لان كنا احنا حاسين من قبل البطوله ان احنا فقدنا عنصرين مهمين في الفرقه من ركائز الفرقه، بس كنا احنا بنتمرن وبنركز في التمرين وبنحاول نجتهد على قد ما نقدر، ان احنا لا احنا متعودين ان احنا بناخد الدوري، احنا بقالنا من 2009 ما خسرناش الدوري، فكنا عايزين نحافظ على المسيره اللي احنا عاملينها، فالحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نكسب الدوري، ده كان صعب بالنسبه لنا. اول حاجه طبعا الالتزام، دي اول حاجه. ثاني حاجه ان احنا المركز الثاني ده مش موجود عندنا، احنا الحمد لله اول هنفرح ونتبسط، اخذنا ثاني مفيش فرحة، لا بتبقى يعني بنبقى زعلانين ان احنا اخدنا المركز التاني، دي حاجة بتفيدنا كلنا كفرقة وبتفيدنا كلنا في حياتنا الشخصية، ان احنا نبقى متعودين على الالتزام وان لازم نبقى احسن حد في المجال اللي احنا بنعمله. لا طبعا في دعم جدا، وبحب اشكر الجماهير على المساندة في كل الاوقات وفي اي بطولة، سواء بطولة فردية سواء بطولة جماعية لتنس الطاولة، بيبقوا واقفين جنبنا وبيساندونا على السوشيال ميديا دايما ورانا بيحمسونا، فدي حاجه طبعا بشكرهم عليها جدا. هو طبعا النادي الاهلي فضل عليا في كل حاجه في حياتي، لان انا زي ما قلت لك انا بادئ من الناشئين، ف 23 سنه عمر كتير جوه النادي، تمرين كل يوم، انا عايش في النادي، فهو اقل ما يقال عليه يعني فعلا هو بيتي، فانا يعني لازم اكون في النادي كل يوم، لو في يوم ما رحتش النادي لا بحس ان في حاجه غلط. وطبعا مجلس الاداره ما بيتاخرش علينا في اي حاجه احنا عايزينها، الجهاز الفني عندنا في النادي ما بيتاخرش علينا في اي حاجه، الجماهير دايما مساندانا، فدي حاجه طبعا بتحفزنا ان احنا يعني نكون بنركز للبطولات اللي جايه ونحاول ان احنا دايما نفرحهم ان شاء الله.